طبعا الآن في مضيف أبناء عبد الله بن عبد الله الدوشوم في محافظة بقعة. هذا المضيف من الداخل. المضيف زي ما شفتوا ما شاء الله عامر، الاستقبال الزوار والمسافرين يأتون من الإمارات، من الكويت، من دول الخليج جميعا. هذا المضيف الجميل، استقبالهم خلال رحلاتهم وتنقلهم. نشكر أبناء عبد الله الدوشوم على هذا المضيف الجميل، شكرا لكم.